السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة. تعلمون أعزائي الطلبة أن التركيب الضوئي هو آلية تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تخزن في شكل جزيئات عضوية وفق المعادلة التالية: غاز ثاني أكسيد الكربون زائد الماء بتوفر الضوء واليخضور، نتحصل على جلوكوز زائد أكسجين زائد الماء. مقر عملية التركيب الضوئي: تتم عملية التركيب الضوئي في الصانعة الخضراء، وهي عضيات ذات بنية حجيرية مغلفة بغلاف مكون من غشائين خارجي وداخلي. تحتوي الصانعات الخضراء على شبكة من التراكيب الغشائية تعرف بالتلاكويد، يميز منها الكييسات والصفائح الحشوية. تصطف الكييسات فوق بعضها مكونة تراكيب تعرف بالجرانا أو البذيرات. تتكون التلاكويدات من غشاء التلاكويد الذي يحيط بتجويف يسمى التجويف الداخلي. تحتوي الصانعة الخضراء على حيز يقع بين التلاكويدات والغلاف يعرف بالحشوة. الصورة المقابلة تمثل ما فوق بنية الصانعة التي تبين كل من التلاكويد للصفائح والغشاء الداخلي والخارجي، الحشوة والجرانا إلى آخره. تختلف الحشوة عن التلاكويد في مكوناتها الكيميائية، حيث تحتوي أغشية التلاكويد على أصبغة يخضورية، أصبغة أشباه الجزرين، نواقل الإلكترونات، نوعان من الأنظمة الضوئية PS1 PS2، إنزيم الATP سنتيتاز أو الكرية المذنبة. أما بالنسبة لمكونات الحشوة فلدينا مواد أيضية لتركيب الجزيئات العضوية، مرافقات إنزيمية NADPI زايد والNADPI أش، الATP والADP والPE، إنزيمات متنوعة أهمها ريبولوز ثنائي الفوسفات كاربوكسيلاز. لدينا الوثيقة التالية والتي تمثل تموضع مكونات التلاكويد أو ما يعرف بما فوق بنية التلاكويد. لدينا النظام الضوئي الثاني PS2، ثم نواقل إلكترونية T1 T2 T3، ثم النظام الضوئي الأول PS1، ثم تليه نواقل إلكترونات، ثم الكرية المذنبة. لدينا هنا جزء من غشاء التلاكويد، وهنا صورة مكبرة لنظام ضوئي الذي يحتوي على يخضر أليف، يخضر با، يصفور، جزرين، حيث يتكون كل نظام ضوئي من 200 إلى 300 جزيئة من أصبغة اليخضور وعوامل ناقلة للإلكترونات. تفاعلات التركيب الضوئي هي تفاعلات أكسدة وإرجاع، يمكن تلخيصها في المعادلة الإجمالية التالية: 2H2O زائد 4Fe plus 3، بتوفر كل من الضوء واليخضور نتحصل على 4Fe plus 2 زائد H زائد O2 زائد 4H plus. تحدث عملية الأكسدة في التلاكويد وتحتاج إلى توفر اليخضور والضوء، وتؤدي إلى انطلاق الأكسجين، بينما تتم عملية الإرجاع في الحشوة وهي التي لا تتطلب الضوء، وتؤدي إلى استهلاك غاز ثاني أكسيد الكربون. يشير هذا الاختلاف في التركيب الكيميائي إلى وجود اختلاف في دور كل منهما. تحدث عملية التركيب الضوئي في مرحلتين كما هو مبين في الوثيقة المقابلة: مرحلة كيموضوئية وتتم في التلاكويد يتم فيها تحرير الأكسجين، مرحلة كيموحيوية وتتم في الحشوة ويتم فيها تثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون. تفاعلات المرحلة الكيموضوئية:
تحدث تفاعلات التركيب الضوئي داخل الصانعات الخضراء. وملخص هذه التفاعلات أن النبات يأخذ الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون بوجود الضوء، واليخضر يعطي أكسجين وسكر. يحدث هذا التفاعل على خطوتين أساسيتين هما التفاعلات الضوئية واللاضوئية. المرحلة الضوئية والتي تتم على مستوى التلاكويد كما هو موضح في الوثيقة، حيث ستكون البداية مع وجود الضوء أو الفوتونات الضوئية. لدينا هنا فوتون ضوئي، حيث تتهيج الأصبغة الهوائية بفعل هذه الفوتونات لتكتسب طاقة تتحرر في مركز التفاعل على شكل فقدان إلكترونات، أي أكسدة النظام الضوئي الثاني كما هو موضح في الوثيقة، حيث يرجع بواسطة اكتساب إلكترونات من الماء، وهي ظاهرة التحلل الضوئي كما هو مبين هنا في الوثيقة. ويعود بفضلها النظام الضوئي PS2 إلى الحالة الطبيعية بالإضافة إلى تشكل الأود والبروتونات الناتجة من الماء، حيث يطرح إلى أود منطلق إلى الخارج، وتبقى البروتونات في تجويف التلاكويد وتنتقل الإلكترونات من PS2 عبر سلسلة من النواقل كما هو موضح، وتضخ البروتونات داخل التجويف تلاكويد من الحشوة عبر الناقل T2. كذلك عامل الفوتونات يؤثر على PS1، حيث يفقد الإلكترونات بعد تهييج الأصبغة الهوائية، وهذه الإلكترونات هي كذلك تنتقل عبر سلسلة من النواقل إلى غاية وصولها إلى الناقل الأخير، وهو الناط بي زائد، فتعمل على إرجاع هذا الناقل ليصبح ناط بي أش زائد. كما أن التركيز المرتفع للبروتونات داخل التجويف يخلق تدرج في التركيز، فتتحرر البروتونات عبر الكرية المذنبة وهي ATP synthetase، فتتشكل أو يتشكل الATP انطلاقا من الADP زائد الPE، أي فصفرة الADP كما هو موضح في الوثيقة. من خلال ما مررنا به في هذا النشاط نستخلص أن نواتج المرحلة الضوئية هي إرجاع النواقل NADP زائد إلى NADP HH زائد، تجديد الأكسجين من التحلل الضوئي للماء وتشكيل الATP. الدور الوظيفي للتلاكويدات هو امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية مخزنة في مركبات طاقوية، حيث يتم في المرحلة الكيموضوئية امتصاص الطاقة بواسطة جزيئة اليخضر في التلاكويد وتحويلها إلى طاقة كيميائية تخزن مؤقتا في جزيئات غنية بالطاقة. تفاعلات المرحلة الكيموحيوية: تحدث المرحلة الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي في الحشوة، وتسمح بتثبيت CO2 لغرض إنتاج الجزيئات العضوية أو السكريات. تم إثبات تسلسل تفاعلات المرحلة الكيموحيوية باستعمال CO2 أو غاز ثاني أكسيد الكربون المشع وطرق فصل كيميائية، أهمها التسجيل اللوني ذو البعدين، حيث تبين من ذلك أن CO2 يتم تثبيته على مركب خماسي الكربون هو ريبولوز ثنائي الفوسفات، لينتج من ذلك جزيئتين من مركب ثلاثي الكربون هو حمض فوسفوغليسيريك APG.
يتم تحويل جزيئتين من الأبي جي إلى جزيئتين من مركب آخر ثلاثي الكربون، لكنه ثنائي الفوسفات، هو حمض ثنائي فوسفو أجليسيريك ADPG باستعمال الATP الناتجة من المرحلة الكيموضوئية. يتم بعد ذلك تحويل ADPG إلى جزيئتين من مركب ثلاثي الكربون من نوع آخر هو فوسفو جليسر ألديهيد باستعمال NADPHH زائد الناتجة من المرحلة الكيموضوئية. عند تثبيت 6 جزيئات من CO2 باستعمال 6 جزيئات من الراد بي، يتم إنتاج 12 جزيئة من الفوسفوغليسر ألديهيد. يتم استعمال جزيئتين منها ثم إنتاج سكر سداسي الجلوكوز الذي يستعمل في تركيب النشاء، بينما يتم إعادة ذرات الكربون المتبقية لتجديد المستقبل الرتبي عبر تفاعلات يتم فيها استهلاك المزيد من جزيئات الATP. تتم تفاعلات المرحلة الكيموحيوية في شكل سلسلة حلقية تعرف بحلقة كالفن نسبة إلى العالم كالفن الذي اكتشفها كما هو مبين في الوثيقة، حيث يمكن تقسيم الحلقة إلى مرحلتين. مرحلة أولى يتم فيها إنتاج السكر الثلاثي لغرض إنتاج السكر، بينما يتم في المرحلة الثانية استعمال البيغال لتجديد مستقبل CO2. كخلاصة نستنتج أن المرحلتين تتكامل فيما بينها بصورة منتظمة، حيث توفر المرحلة الكيموضوئية الATP والNADPHH زائد الضروريتان لحدوث المرحلة الكيموحيوية، بينما تقوم المرحلة الكيموحيوية بتوفير المواد الأولية الADP والPE والNADPE زائد لتركيب كل من الATP والNADPH باستقبال الإلكترونات الكيموضوئية. لذلك تحدث المرحلتان معا لكي يتم إنتاج الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية، وهو الهدف النهائي من عملية التركيب الضوئي. انتهى درسنا اليوم، إلى الدرس المقبل إن شاء الله.